جور ميكانيكية هيونداي. طبعا اليوم عندنا جرون اي ديس 2017. هذه الاي ديس جابها لنا خونا عندها وتشد شرا لونتي، لازم تاكسيليري باش تنوض، موتور يتلعب بزاف. وحنا ديما جماعة واش نديرو باش نتجنبو الفتح العشوائي من المحرك؟ اول حاجة نديروها شنو هي؟ نديرو تاست كومبريسيون باش نقيسو لا كومبريسيون تاع لي سوباب لهنا باش ما نفتحوش الموتور عاليات مارمو. نديرو تاست كومبريسيون. كي درنا لها تاست كومبريسيون هذه الاي ديس، لقينا باللي عندها ان شومبر هنايا سافا با ضعيفه بزاف، عنده ومام كي نضربو عندك ريحه ليسونس في لي سوباب. واش معناتها؟ معناتها عنده سوبابا محروقه وراهي ما تغلقش مليح وتدخل في الهواء جهه لي شابمو الور الموتور مش تشرى لونتي. هذه هي هذه جرون اي ديس باذن الله. دونك ان شاء الله حلوا لها الموتور نريقليوها ونولوا معاكم في الفيديو. نهار نقليوها ان شاء الله نولوا معاكم في الفيديو. ما شاء الله كاين عندنا ثاني، عندنا واحده اخرى تاع كونا نزيدو نوليو معاكم. كاين عندنا هذه ثاني الايديس كيف كيف، هذه الايديس هذه الايديس داير لها الغاز، هذه الايديس ثاني يخدم فيها خونا فوفو. هذه ثاني الايديس عندها ثاني لي سوباب، رانا كملناها وعاودناها بجوانت كي لاص دوكا ويركب وهي مونطي. هذه ثاني ان شاء الله كي نغلقوها نولوا معاكم في الفيديو تاعها ان شاء الله. عندنا من هادو ليزاكسيس كيما العاده، ديفو معروف تاعهم وباينين. هذا ليزاكسيس مبينين عندهم لي بيستون لي ساكمو، ديفو تاعهم معروفناهم وهضرنا عليهم بزاف. هذا ليزاكسيس هاي وحده راه ثاني من تاع خونا. عندنا هادو ومرحبا بكم.